بدأت وزارة الداخلية دراسة إجراءات تقنين ووجوب إخطار الأجهزة الأمنية بعمليات تأجير وبيع الشقق السكنية المفروشة إيجار جديد أو تلك التي تكون تحت الإنشاء وغيرها من الأماكن التي قد تتخذها العناصر الخارجة عن القانون لتجنب الرصد الأمني واستخدامها كمأوى لهم ومخازن لإخفاء أدوات جرائمهم. جاء ذلك في ضوء ما انتهت إليه الندوة التي نظمتها وزارة الداخلية بعنوان الشعب والشرطة في صناعة الأمن نحو مجتمع لا يأوي الإرهاب والجريمة، والتي عقدت بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة الأسبوع الماضي. كما تدرس الداخلية مناقشة إجراءات التعديل التشريعي المقترح بتغليظ العقوبات على عدم الإبلاغ ببيانات المستأجرين للعقارات أو الشقق المفروشة.